مرحبا بكم أعزائي الطلاب من جديد في حصة لغوية جديدة في المعرفة اللغوية، معكم المعلم المرشد يامن منصور. نتطرق اليوم أعزائي الطلاب في موضوع المعرفة اللغوية، الفعل الماضي الصحيح منه والسالم والمهموز، ومن الأوزان فعل وفعل وإسناده للضمائر. قبل البدء أريد منكم أن تحضروا دفتركم للغة العربية والقلم والممحاة وكل هذه اللوازم الأساسية التي ينبغي أن تكون لدى كل طالب منكم. وقبل أن نبدأ نستنشق الهواء ونتعرف على لغتنا بمتعة ونميز بينها وبين تفاصيلها والفروق التي تحتويها. فروق لغوية، الفرق بين ثم وثم. هناك فرق كبير، ونلاحظ أن الفرق هو التغيير في الحركتين، فللحركات شيء أساسي في اللغة، تميز، ندقق من خلالها ونتعرف على الاختلافات التي بينها. الفرق بين ثم وثم، كلمة ثم هي حرف عطف يدل على الترتيب الزماني مع التراخي. مثال: جاء خالد ثم أحمد ثم محمد، فهي من حروف العطف. أما كلمة ثم هي اسم يقصد بها اسم إشارة من أسماء الإشارة للبعيد بمعنى هناك. مثال: ثم رجال مخلصون، أي هناك رجال مخلصون. تستطيعون الاستزادة من هذه اللغة ومن هذه المعرفة في فقرات صباح الصباح. حروف العلة أعزائي الطلاب في المعرفة اللغوية ما هي، أو ما أحرف المد في اللغة العربية؟ هناك في اللغة العربية حروف مد، ألا وهي الألف والواو والياء. تسمى الألف والواو والياء أيضا بحروف المد. إذن هذه الحروف في اللغة العربية تسمى حروف العلة، الألف، الواو، الياء، حروف العلة. ما الذي نعرفه؟ نستنتج أن الفعل الذي تشتمل حروفه الأصلية على حرف علة أو أكثر نسميه فعلا معتلا، والفعل الذي تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة يسمى فعلا صحيحا يخلو من حروف العلة. ولكن ملاحظة مهمة أعزائي الطلاب، علينا أن تكون دائما في أمامنا أو أن تكون دائما أمامنا قبل تحديد الفعل، هل هو فعل معتل أو فعل صحيح. الملاحظة تقول: للتمييز بين الفعل الصحيح والمعتل لابد من إرجاع الفعل إلى الأصل الثلاثي من الفعل الماضي. إذا أردت أن أحكم على الفعل الذي أمامي أو الفعل الذي في السؤال أو في الامتحان، علي أن أرجعه إلى الفعل الماضي إلى الأصل الثلاثي وهو الفعل الماضي. فإذا اشتمل على حرف علة أو أكثر يسمى فعلا معتلا، وإذا خلا من حروف العلة يسمى فعلا صحيحا.
الفعل جمع، جمع، وزنه الصرفي أو القياسي فعل، فالجيم يطلق عليها بفاء الفعل وفق الوزن الصرفي، والميم يطلق عليها عين الفعل، والعين يطلق عليها لام الفعل وفق الوزن الصرفي فعل. فالفاء مقابل الجيم، والعين مقابل الميم، واللام مقابلها العين في كلمة جامعة. الفعل زرع هي وزنها الصرفي والقياسي فعل، فحرف الزين فاء الفعل نقول عنه، وحرف الراء عين الفعل، وحرف العين هي لام الفعل. فهكذا نتعرف على الأفعال بوزنها الصرفي وما نطلق على كل فعل، على كل حرف من الكلمة ب فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل وفق الوزن الصرفي فعل، فهو ثلاثي. تعالوا بنا نتدرب. ماذا نسمي الفعل الصحيح إذا كان أحد حروفه الأصلية همزة، مثل أخذ؟ وماذا نسمي الفعل الذي يخلو من الهمزة والتضعيف والعلة؟ وماذا نسمي الفعل الماضي الذي يحتوي على حرف مشدد؟ إذن الفعل الصحيح إذا كان أحد حروفه الأصلية همزة نسميه فعل صحيح مهموز لوجود همزة على أحد حروف الفعل الثلاثي الماضي، ونسمي الفعل الذي يخلو من الهمزة والتضعيف فعل صحيح سالم، أي سلم من الهمزة والتضعيف، أي تضعيف أقصد الشدة. ونسمي الفعل الماضي الذي يحتوي على حرف مشدد هو الفعل الصحيح المضعف، أي ما وجد على حرفه شدة. تعالوا معا أعزائي الطلاب نقرأ الفقرة التالية، وأريد منك على دفترك أن تعين الأفعال الماضية على دفترك. اقرأ وعين هذه الأفعال الماضية على دفترك، وجد هذه الأفعال، فإنك تستطيع إيجاد هذه الأفعال الماضية من هذه الفقرة. تفضلوا.
إذا عزيزي الطالب، بعدما قرأت هذه الفكرة وقمت بتعيين الأفعال الماضية، وأريد منك أن تحاول حتى وإن وجدت صعوبة، فحاول واستخرج هذه الكلمات، هذه الأفعال الماضية. فمهم جدا أن تقوم بنفسك وبذاتك أن تستخرج هذه الأفعال الماضية لتتمرن وتتدرب وتكون عندك المسؤولية في هذا الموضوع وفي الدراسة، خاصة في اللغة العربية والنحو والمعرفة اللغوية. تعالوا معنا أعزائي الطلاب نستخرج هذه الكلمات: شمل، وعبر، وصل، ورأى، خطأ، جلب، وشاع، هد، وهزأ، دعا، فاز، فتح، فصل. هي مكتوب كتبت بفصلت، ولكن أريد الفعل الماضي فقط، أجرده من الزيادات وأرجعه إلى الأصل الماضي الثلاثي، هي فصل. نعم، هذه الكلمات أعزائي الطلاب: شمل، هد، هزأ، جلب، فتح، فصل، عبر. نلاحظ أن هذه الأفعال التالية لا تحتوي على أحرف علة ألف، واو، أو ياء. إذن هذه صحيحة من العلة، وكل فعل يخلو من العلة يسمى صحيحا، فعل صحيح. الفعل الصحيح هو الفعل الذي تخلو أحرفه الأصلية من أحرف العلة. إذن الفعل الصحيح هو الذي لا توجد في حروفه حرف من حروف العلة. وحروف العلة كما ذكرنا وكما نعرف وكما نحفظ أنها الألف والواو والياء. أعزائي الطلاب، الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بما أن الفعل الصحيح لا يحتوي على حروف علة، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل صحيح سالم، وفعل صحيح مهموز، وفعل صحيح مضعف. كلها أفعال صحيحة لعدم وجود حرف علة، ولكن إن لم يوجد همزة وتضعيف فنسميه فعل صحيح سالم، قد سلم من الهمز والتضعيف. والفعل الصحيح المهموز إذا وجد على حرف من هذه الحروف همزة. أما الفعل الصحيح المضعف إذا وجد على حرف من هذه الحروف للفعل الماضي شدة، تضعيف. الفعل الصحيح السالم ككلمة وفعل رفع أو جلس. الفعل الصحيح المهموز ككلمة أخذ. نلاحظ أن الهمزة وجدت في هذا في هذا الفعل. وكلمة سأل. أريد منك التمييز والإشارة أن الألف لوحدها تعتبر حرف من حروف العلة، ولكن إذا وجد ألف وما فوق الألف همزة فهذا يسمى حرف مهموز وليس علة. فميز عزيزي الطالب بين الهمزة وحرف العلة. الحرف المهموز ما وجد حرف ممدود وفوقه همزة، أما الألف الممدودة فقط فنعتبرها حرف من حروف العلة. وما أمامنا من فعل الصحيح المهموز
هو ألف ممدودة وفوقها همزة، فهذا حرف مهموز. أما الفعل المضعف ككلمة حث، نلاحظ أن الشدة وضعت على حرف الثاء، فقمنا بتشديد الحرف حث مد، إذن هذا الحرف مضعف. تعالوا معا أعزائي الطلاب لنحل على دفاترنا وأن نستخرج الأفعال الماضية من الفقرة التالية، ثم عين نوعها، هل هي فعل صحيح أو فعل معتل، واكتبها في دفترك. تفضلوا.
عدت إليكم أعزائي الطلاب، وأتمنى أن تقوموا ووفقتم في حل هذا السؤال. أرجو أن تقوموا بحل هذا السؤال وإرساله إلى معلمك ليقوم بتصحيحه وتوجيهاته ويعطيك الإفادة والتوضيح إن كان صعبا عليك. أعزائي الطلاب، تعالوا معا ننهي ونجمل أن الفعل الصحيح وأقسامه: الفعل الصحيح والفعل المهموز والمضاعف. الفعل الصحيح السالم وهو ما خلت أحرفه الأصلية من التضعيف والهمز، مثل زرع، حمل، رفع. الفعل الصحيح المهموز وهو ما كان أحد أحرفه الأصلية همزة، مثل أخذ وزأر وبدأ. والفعل الصحيح المضعف هو الفعل الذي تكرر أحد أحرفه الأصلية، مثل شد، عد، مد. تطرقنا في هذه الحصة أعزائي الطلاب للقسم الأول من الفعل الصحيح وأقسامه. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله في القسم الآخر من الفعل المعتل، ولنا أيضا تدريبات أخرى للفعل المعتل وأقسام الفعل المعتل. شكرا لكم لمتابعتكم أعزائي الطلاب، ودمتم في صحة وعافية، والسلام.